اهلا وسهلا اهلا بكم. فرحت قلبي يفرح بيكم. جيتوا يا احبابي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا Je suis très heureux.
الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصه هذه المخصصه لكم نتوما اللي راكم تشوفوا فينا على الجزائر تي في. حصه نهايه السنه ما عندهاش اسم واحد اخر، ما نقدرش نسميوها حاجه اخرى، سي لا فيت دو فان داني سي نورمال. بديناها بهذه الاغنيه هذه باش نرحبوا بكم ونرحبوا بضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا والناس اللي جاوا يقاسمونا هذه السهره هذه، مرحبا بهم واللي جاونا من جميع انحاء المغرب الكبير. كوثر بودراجه مرحبا بك، نبداو بك والمغرب الكبير مادام كنتي هنا. مرحبا بك شوقي، صحه ميرسي بوكو. اسمعني ما تحشمنيش وانا كنحشم. وعلاش؟ خليني انا ثاني كنرحب بك ونرحب براسي عندكم. مرحبا بك شوقي السماتي، مرحبا بكاع الجمهور الجزائري والمغاربي اللي راهو حاضر معنا اليوم في الجزائر تي في، مرحبا بالفنانين اللي قبلوا الدعوه ديالنا، ومرحبا بالجمهور اللي راهو معنا الليله كمان. كوثر الله غالب حبيت نتفكر ليامات على بها راكي معنا اليوم. ايام الشباب والصغار. خلاص كبرنا شوقي. خلاص مازال ما عندكش شي بنتي، انا تفرطست الله تفرطست. شوفي خوك مسكين. خلاص وليت ندير الشينيا وهذا كله دي غاجوره. اسكت برك. صح 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 صح. خلاص. نالو نخليك انت تقدمي الضيوف اللي جاونا من جهتك اللي راهم انا غادي نقدم لي على يميني وخلينا نبداو على اليمين. على ياسر. واخا سيدي انا على اليمين ديالي اون فا كومونسي باغ لا سومبتوز ايمان شريف، فهي فنانه تونسيه تبارك الله عليها قبلت الدعوه ديالنا، عندها شله ما تقول وعندها شله ما تغني وعندها بزاف ديال المفاجات اللي معنا اليوم. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم، انا لاول مره موجوده في الجزائر، فرحانه برشا برشا وسعيده بهذه الدعوه، واكيد زدت فرحت اكثر وقت اللي لقيت الجو اللي عمري ما كنت نتصوره، ما حسيتش نفسي بعيده على تونس بالكل، ما فماش فرق لا في الطقس ولا في الناس ولا في حتى الاركيتكتور، دونك محلاها الجزائر ومحلاها لمتنا المغاربيه نقول. وحده ايمان الغزاله الفنه، كان محمد رضا توا غزال وفن باش ما تجيش الغيره. المساواه. والله لا لا، فنان مغربي ومغاربي كذلك، هز بالتراث ديالنا وقبل الدعوه ديالنا اليوم، وهو حتى هو الصوت يسمع وتبارك الله عليه غزال وعنده قبول وحضور غادي نتفرجوا فيه تطلق. مرحبا بك. شكرا لك، شكرا على الدعوه وشكرا للجاره الحبيبه الجزائر على هذه الدعوه الجميله. وانا فرحان بزاف انني جيت لاول مره هنايا بزير العاصمه، انا كنت نمشي وهران ولكن دابا جيت لزير العاصمه. مرحبا بك. باش نكون معكم ونكون مع هذا الجمهور الكريم العربي من خلال هذه القناه الجميله. تبارك الله عليك. شكرا لك، مرحبا بك. نمر الى يسار الطاوله الى حبيتي اختي كوكب. الى حبيتي انت؟ انا حبيت. لا يلا. حبيت بس. على يسار الطاوله في اقصى اليسار راكم تشوفوه معنا كل يوم على الجزائر تي في من الاحد للخميس في حصه دوكا دوكا، واليوم قال لك انا نجيب السيف تعلق. والله ماشي الله غالب بلاد القبه هكذا دايرين. خلاص. صالح الدين طبقوكيا. صالح مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم، تحياتنا لك شوقي، ضيوفنا المغاربه اللي محضرين معنا وجميع الضيوف اللي محضرين معنا في حصة نهاية السنة. جينا خدامين شوقي ماشي على بالي على بالي، وما جيتش وحدك، ام جماعة كاع هنايا. لي كوليك لي كرونيك لي كرونيك ستانا محاضرين معنا. الو واش عندك انت معنا اليوم شوقي؟ حنايا جينا نلخصوا لكم نشوفوا اهم المحطات اللي عاشتها البلاد في مجال السياسي الاجتماعي والاقتصادي، اطمئنهم لكم قاعدتك فيها بتي ريزومي يلخص اهم الامور ولا اهم الاحداث اللي عاشتها الجزائر. فوالا رايحين نشوفوه بعد قليل، لكن قبل ما نبداو هذه الحصة هذه لازم اولا وقبل كل شيء نرحبوا بالناس اللي رحبوا بنا هنايا عندهم، نرحبوا بموالين الدار، هنايا اليوم رانا في هذه السهرة هذه المغاربية، رانا في مكان عاش تاريخ الجزائر العاصمة، خاطر هو موجود ملي كانت ديدوش مراد، كان قصر في الأول، ومن بعد تحول إلى مطعم، ومن بعد غلق أيامات، وعاود ولا وحل مطعم. ياسمينة شبلال، ميرسي بوكو دو نو زافوا أكسبتي هنايا، ميرسي. ميرسي انكور، شكرا لك اللي ضيفتوا بنا هنايا في مطعم لالا مينا اللي موجود في ديدوش مراد. ميرسي ا فو دافش لاش. الوغ لو ريستورون عاود حل صافي با لونتون. صافي دوبوي لو 26 افريل. دوبوي لو 26 افريل ديري فوالا، مازال ما دورش العام. نو مازال. حنايا حنا رانا دوكا بالبركه نورمالمون هكذايا باش نزيد لكم البركه. الوغ كومون كومون كيس كون بو بارلي هاد لو ليو هذايا؟ يا بوكو ديستواغ، بوكو دو فيكو دون سو ليو لا. إلى فيرمي ان سيغتان مومون، غلق. لي ظروف ماناش حابين نعاودو نرجعو عليها، ولكن الان عاود حل. كيفاش جات هاد الفكره باش يعاود يحل؟
Ben, l'idée a démarré grâce à mon plus jeune frère, Rabah, et par l'aide de mes frères qui ont été auparavant ici, et aussi mon père. Et nous avons constaté que l'art culinaire algérien n'est pas assez mis en avant. Donc nous avons décidé de faire de cet endroit, de ce lieu, comme activité principale, enfin, l'art culinaire algérien. Voilà, la restauration. Et l'idée de réouvrir cet endroit, il a une histoire mythique. On a eu de très grandes personnalités qui sont passées par ces lieux, de la scène artistique, que ce soit sur le plan national ou international. Et donc, par son architecture, par son histoire, nous avons décidé de le réouvrir. Alors, Esmina, je vous demanderai juste de vous rapprocher un petit peu plus de Salah, Karbel ou Chouya, parce que écoutez, oh, le cadre Chouya, mais ça ne trappe pas au machin, je me dis, le cadre dialogue. Oui, mais vous l'avez débordé. Je sais. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Yasmina, qui m'a dit que Sharafat Nahtaïa, le Darwal, le Hadlblas al-Ghazala Hadi, ou Araf Mina, le Hlawa, والسر نتاع هذا المكان هذا هو انه قعد ان فامي يعني فوالا يعني ابن عن جد ودوكا بنتي مع خوك جوستمون نتوما اللي عاودتوا هذا المكان كامل يعني الروح ديال العائله راه كاينه سي فريمون اون افير دو فامي دونك سي بور سا كيليا بوكو دو تندريس اللي رانا نحسوا فيها وبزاف ديال لو فيكو effectivement c'est un endroit qui a été construit par mon grand-père mon père et mon oncle mon plus jeune oncle les travaux de rénovation se sont faits par mon jeune frère et la contribution de mes trois autres frères, parce que nous sommes quatre frères et une sœur, Laïslenek, et donc c'est un établissement familial. Voilà. Je voulais vous demander à les ضيوف qui sont venus de Tunis, du Maghreb, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce lieu? هذا مكان جميل برشا ومدام تعدوا به برشا فنانين وعنده اسمه وتاريخه فاحنا فرحانين انه نكونوا موجودين ونغنيوا على هذه السين اللي اعتلاتها برشا اصوات واكيد سي سور عملوا دي سوكسي من المغنى نتاعهم لهنا فسافي انورمون بليزير C'est une scène qui a accueilli Charles Aznavour, Yves Montand, Wanda. Mon Dieu. Mais là, laissez-moi tout de suite. La bohème. Nous allons voir que cette porte aux jeunes talents. Nous ouvrons nos portes aux jeunes talents. Nous pensons promouvoir le talent algérien et arabe en général. Mashallah. Et c'est tout à votre honneur. Merci. Bon, nous allons une petite pause. Je vous souhaite la fin de l'année, Hadaya. Yeah. Avec Salah Abdin. Justement, Chouki, en 2014, j'ai rencontré un certain nombre d'événements. Un événement qui s'est passé entre l'Égypte et l'Égypte. C'était un événement qui s'est passé dans le cœur des Algériens. Et un autre, comme tu dis, dans la vie, s'est passé dans le cœur des Algériens. Et c'est ce que vous voulez vous dire, les événements qui s'est passé في المجال السياسي في المجال الاجتماعي في المجال الاقتصادي فهذه الفيديو اللي نشوفوها كيف أبرز حدث شهدته الساحة الوطنية سنة 2014 هو الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل والتي أفرزت عن فوز الرئيس المنتهي فترته عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رابعة على التوالي وذلك بتفوقه على منافسيه الخمسة بنسبة 76% من الأصوات. الوضع الصحي لرئيس بوتفليقة ورحلته المتعددة إلى فرنسا من أجل العلاج أثار الكثير من الجدل عن مدى قدرته على ممارسة مهامه. كل هذا جرى في ظل تطمينات الوزير الأول عبد الملك سلال بسلامة صحة رئيس الجمهورية وتأكيده قدرته على قيادة البلاد. الاستقرار على مستوى السلطة لم يجنب البلاد أزمات في مختلف الجبهات خاصة الجبهة الاجتماعية فقد شهدت البلاد عديد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات حتى وصفت سنة 2014 بسنة الاحتجاجات كانت أبرزها خروج رجال الأمن الوطني في مسيرة احتجاجية تذمرا من ظروف عملهم وكثرة المخاطر عليهم. إضراب الشرطة هو الأول من نوعه في الجزائر وحتى في العالم كانت بدايته من مدينة غردايا التي عاشت أزمة أمنية حادة بتسجيل صراعات وعنف دموي بين المالكيين والإباضيين الذين تعايشوا في غردايا لعدة قرون دون مشاكل. مواجهة العنف في عاصمة بني مزاب تكررت طوال العام رغم تدخل كبار المسؤولين في الدولة دون توصلهم إلى حل نهائي. الأزمة ضربت حتى حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني حين احتدم الصراع بين الأمين العام الحالي عمار سعداني ضد الأمين السابق للحزب العتيد عبد العزيز بن خادم
ومن معه من منوئين كعبد الرحمن بالعياط حتى سميت بمهزلة الأفلان. 2014 كان بامتياز عام الأديال والال بي بي، حيث تابع آلاف الجزائريين المسجلين في برنامجي عدل والسكن الترقوي العمومي باهتمام شديد. وعود الحكومة فيما يخص بناء 630 ألف سكن بصيغة أديال و45 ألف سكن بصيغة الال بي بي. تشيد الحكومة لوعودها بالقضاء على أزمة السكن في حدود 2018، مرتبط أساسا بمداخل البترول الذي تتراجع أسعاره يوميا لتصل حدود 60 دولار للبرميل، وهو ما دفع بالحكومة لعقد عدة مجالس وزارية لمواجهة انهيار أسعار البترول. وفي عملية البحث عن مصادر جديدة للطاقة، أقر مجلس الوزراء شهر مايو الفارط الشروع في الإجراءات اللازمة من أجل التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله، متجاهلين بذلك أصوات المعارضين من حقوقيين وأخصائيين المتخوفين من التداعيات السلبية على البيئة جراء استغلال الغاز الصخري. 2014 هي سنة ميلاد سيارة سامبول الجزائرية، وهي أول سيارة مركبة بمصنع رونو في وهران. أول سيارة في تاريخ الجزائر أسالت الكثير من الحبر بسبب سعرها الذي اعتبره الجزائريون مبالغا فيه. 2014 شهدت معاناة الجزائريين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وكذا الخضار والفواكه، خاصة البطاطا التي سجلت أعلى مستوياتها بوصول الكيلوغرام الواحد ل 120 دينارا جزائري، إضافة إلى الانقطاعات المتتالية لإنتاج أكياس الحليب مقابل عجز وزارة الفلاحة عن إيجاد الحلول الناجعة. وبصفة عامة كانت هذه أهم المحطات والأحداث التي عرفتها الجزائر في الساحة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، آملين في غد أفضل للبلاد والعباد بمناسبة دخول العام الجديد 2015. كما تبعت معنا حدث عديدة كانت عرفتها الجزائر في 2014، وقي ربما مش ربما أبرز حدث في الجانب السياسي عرفته البلاد هو تنظيم الجزائر لخامس انتخابات رئاسية في ظل التعددية الحزبية اللي قرها دستور 89، وكانت عرفت فوز رئيس المنتهية في طلعته عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رابعة على التوالي، وهذا بعد سيسبانس كبير قبل الانتخابات فيما يخص وضعه الصحي وقدرته على مواصلة مهامه كرئيس جمهورية. في الجانب الاقتصادي كانت انتصار في ريز هذا العام، كانت بونكات مبرمجة الظهور ولا إنتاج أول سيارة جزائرية نفهية، سيارة سامبول جزائرية رونو سامبول طوال تقدر تدع سامبول جزائرية بلكي يعطيونا في بيسيتي اللي تم تركيبها أبعتي تعال الدارة أنا بس كنت حاضر اللي جات نقسموها خلاص. كانت تم إنتاجها في مصنع رونو بوهران بوتليلات، وأول سيارة تركب في الجزائر، ونذكروا بلي مصنع ما كانش موجود فوالا صافي يوناني ملي تخدم المصنع، وكانت سيتم تسويق بارتير من 2015 25 ألف سيارة. كان هذا في الجانب الاقتصادي، كوكو كانت لقات بزاف انتقادات شوقي فيما يخص سعر تحالي، قالوا الجزائري مبالغ فيه نوعا ما. المفيد انت عندك شكارة ما خافوش عليه ربما. فيما يخص ثانية في الجبهة الاجتماعية شوقي هذا العام شكون اللي ما هضرش على لاديا ولا البي بي في الجزائر؟ الجزائر كاع هضرت على لاديا ولا البي بي. كان هذا مشروع برنامجي سكنيا اطلقتهم الحكومة في نهاية 2013، مشروع العديال والال بي بي اللي كان اثار اهتمام الجزائريين، الناس قاعد تحوس تفهم واش خلص بريمير طونج ديشام طونج المفتاح جبلي ربي. كان العديال والال بي بي هما اول ابرز حاجه جو بونس العام هذا يا هذاك واش هضره لي زونجيريان بزاف هضروا على السكنه، هضروا بزاف على السكنه ولي عطاو كل مازال انا خلص بريمير طونج عاد كان هذا في إطار وعود الحكومة لتحسين معيشة ولي قررت هذا العام قالت أنه ستقضي على أسم السكن نهائيا في الجزائر في حدود 2018. وكانت العاصمة هذا العام سبيشال موشوقي عرفت أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان منذ الاستقلال، وين العملية بدأت وزلم توصلها تستفيد منها حوالي 20 ألف عائلة في الجزائر العاصمة اللي كانوا يقطنوا في البيوت القصديرية سكنة الهشة والشاليهات
كانت هذه بصفه عامه ابرز الاحداث اللي عرفتها الجزائر. شدت انتباهك وانتباهنا شدت انتباهي باش كتبت الساحه الوطنيه في 2014 باسكو الله هو اللي شد انتباه الجميع. نكونوا ان شاء الله في 2015 تكون الامور احسن واحسن في الجزائر على جميع المستويات ان شاء الله. هذاك واش نتمنى. شكرا لك صراحه دين طب طوكيا. اذا بيان سور ملخص الاحداث في الجانب الاجتماعي والاقتصادي. الزملاء الاخرين قاعدين هنا من الله ما باش لا يبانوا نو نفضل ما يبانوش دونك داكور ملاحقين ثانيك باهم الاحداث اللي شدت انتباهنا في الجزائر في الجانب الثقافي الرياضي ايضا الاحداث اللي شدت اهتمام العالم بسائره وغيرها من الملخصات وسورتو سورتو بيان سور لو بيتيزيي. باوي اون با فير اون سواري دو فان داني سون بيتي ولا ماوريتي قبل اليوم نحب نضحك وحدي ديجا لازم هذيك لا رياكسيون سور بلاص. يلا خلاص لازم لا رياكسيون سور بلاص. نرحبوا بضيفنا اللي التحق بنا فوق الفي تي اس لا ماجي دو لا تيلي. لا ماجي دو لا تيلي نو نو فيزونتيتي با ماشي اسمي ياسر اللي تحولت نو نو انا شافير. مرحبا بك شافير. واش راك؟ انا جو سوي غالون نسبقوا بضيوف. لا غير روح لا غير روح نزعف. مساء الخير كوثر. مساء الخير شوقي. مساء الخير تو لي جون كي سون بريزون بارمي نو سو سوا. مساء الخير. مساء الخير مرحبا بك. فوالا ماشي خلاص روح شوف بلاصتي. شوقي يقول لهم يصفقوا غير ملي يهضروا عليه هو برك. اما انا شكون اللي يصفق عليا؟ لا لا فخوشمون بيان سير. حنا لي زالجيريا معروف علينا باللي نضيفوا معروف اون ضيافه عندنا هكذا باش نجيبوا غير السكاب هكذا نضيف عندنا هكذا نزيدوا نسكتوا واحده اخرى ولا كيما تحب. واش راك؟ الحمد لله لاباس بيان الحمد لله. كيفاش 2014 كيفاش جاز؟ 2014 سيتي ليا انا اون اني مليحه باسكو جي فيني ميز اتيود الله يبارك الحمد لله. واش قريت؟ جي ار اش جيستيون دو ريسورس هيومان تسيير الموارد البشريه. فوالا الناس اللي يعرفوا لها الناس اللي يعرفوا لها الناس اللي يعرفوا لها فوالا ما يبقاوش عندهم حالتي وحالتي فوالا ضرب فيهم لا لوميير كذا شوقي نزيدوا مي سي فري كان نصفقوا عليها. مبروك عليك الدبلوم. الله يسلمك. فوالا جي في با مال دو بروغري دون با مال دو دومين باسكو قد ما انا روحي ولا جو سوي شونتور اي كوميديان. نعرفوك بلي شونتور كوميديان مانكان اوسي de temps à autre modèle hein, modèle voilà modèle plus comment on a mis trop bad là هو ثمن كانيت كما كنقولوا عندنا بركي تبارك الله عليك ثمن كانيت لا خصنا نعربوا وي ثمن كانيت ثمن كانيت تبارك الله عليك كانه مرسوم تبارك الله. لا 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 واش تبارك الله خمسه فين حسان الله يخليك ربي يطول عمرك. كيفاش قدرت باش تمشي اون ميم طون القرايه تاعك مع كاع هاد لا كارير هذه باسكو نذكروا بلي في 2014 كو ميم يا يو بوكو دو برودكسيون اللي حدات فيهم الحمد لله سي ربي تسمى في الجانب تاع لا كوميدي لا وي اكزاكتومون جي ميم دي رول برينسيبو في الدومين تاع السينما qui m'a on peut citer le nom bien sûr bien sûr Mehdi Labidi dernièrement un court métrage donc c'était un équilibre beaucoup plus moral قبل ما يكون حاجه تسمى واحد يوجد روحه وينوي حاجه مليحه بوركو با علاش شغل il y a des gens équilibrés شوقي سي تو voilà c'est une personne équilibrée qui تقرا وكدير داكشي اللي باغا qui dort pas trop برك ce ni ton cas ni le mien qui ne dort pas trop voilà il a tout résumé je m'excuse ما عنده حتى حاجه تبارك الله عليك كسطي c'est la jeunesse c'est la jeunesse c'est la fraîcheur c'est la fraîcheur de la jeunesse mais vous êtes jeune encore واش نتمناو لك pour 2015 قبل ما نتمنى لي روحي نتمنى البوبل مسلمان كاع يتكلابي ديجا ليكم كاع كيما راكم صحة لهنا و beaucoup de succès pourquoi pas ان شاء الله. ميرسي سي تري بو سي تري بو جو بونس كو حنايا بيسكو راهو معانا و الى اون تري بيل فوا اون فان بروفيتي داكور اون فان بروفيتي سي ما بون دونك اون تو دوموندرا دو نو شانتي اون شانسون دو تون شوا اوكي okay. اللي هي اللي هي جو في انتربريتي اون شانسون تاع شاويه الناس الشرق فوالا دونك سي اون شانسون اللي تاع انسان نحب صوته بزاف واسمه الازهر الجلالي الناس بسكرا وناس سيدي خالد والاخر دونك يلا اون ان شاء الله برك راح اكون قد المقام كما يقولوا ان شاء الله. We'll be right back.
ويقوم وحسيت لك بدام شويه صديتي ما وداويك الجبال عليا يلا ها هنا روحي ضايقة حسيت الكبدة مشوية صديتي يا ماما وداويك الجبال عليا هنا روحي ضايقة حسيت الكبدة مشوية صديتي يا ماما وداويك الجبال
والشقايا بلسم دوايا كان مروة قلبي من يطفي ضمايا لما يشتعل بيا وانت بلسم دوايا كان مروة قلبي من يطفي ضمايا غزالي في سهرة نهاية السنة على دزاير تي في. مرحبا بكم إلى هذا من لحقتوا بنا، راكم تشوفوا في بلاطو سبيسيال فان داني، بلاطو بيان سور حبيناه يكون من الجزائر من المغرب ومن تونس ويكون هكذا باش يمس المغرب العربي ويمس جميع الناس اللي تفرجوا فينا على القنوات الفضائية سواء كانوا في أوروبا ولا كانوا في بلدان عربية باش هكا يسهروا معنا اليوم. بيان سور معنا في البلاطو نضربوا دارة خفيفة إلا حبيتوا أنتم في لاريجي تبعوني بيان سور. راه شوف حمدة منايا تبع مليح، حمدة منايا نوال إيلول عبد الوهاب جازون محمد ريدا إيمان شريف وعبد الوهاب جازول جازولي باسكو بداو هنا جازولي عاود لي عاود لي جازولي فوالا جازولي جازولي دونك ما غلطش ما غلطش فوالا ما غلطش ما غلطش ما فهمتش لا ريجي ما يقولوا لي غلط لا ريجي ما يقولوا لي غلط لا ما غلطش ما غلطش بن مهبول هذاك دونك نقولوا لا ريجي كسبوا 100 مره فوالا خلاص اون فينيسيون. على بالك شوقي بلي انا نعرف عبد الوهاب جازولي ماشي من الجزائر، انا نعرفه من المغرب. ابو سي اون ستار او ماروك ستار سي اه جاسوم ميم وانا انا نتحمل مسؤوليتي كنعرفه من تما والمغاربه كيحماقوا عليه وعلى الصوت ديالو وعلى الحضور المميز اللي عنده بارابور الباساج الغزال والحلو اللي كان دار في سودو دوزام. ايه ولا لا لا ايه خلاص عندك معلومه عندي معلومه معلومات كاع عندي في هذا الرويز هذا اللي كيقول لك خذ العلم من راسه في كارن دوك الليله انا راسه في كارن هو انا الواحد اللي عرفته الله يذكره بالخير على كل حال هو انا. مرحبا بك، انا نتشرف انني نشوف الناس كما كنقولوا اللي من جميع البلدان ديال لو كرون مغرب كيمشيو ايفولو شويه عند الجيران ديالهم. اليوم شرف لي انني عرفتك في المغرب وجيت لهنا وتلاقيت بك، كما ايمان تانيك عرفتها في تونس جيت لهنا تلاقيت بها اكزاكت، وهذا هو المغزى من هذه الجمعه هذه كلها ياك اخويا شوقي. الله هذا هو المغزى صافي
صافي صافي لالا صافي. نوال خلينا نهضروا على الحضور حتى انت اللي عندك تبارك الله عليك فوق الخشبه ديال المسرح وعلى النوع ديال الغناء ديالك والستيل ديالك. انا كنسمي هذا الستيل ديال لي ديفا. سي ان اونير فور موا. لا علاش؟ لانه التوجه ديالك صعيب في الوقت اللي حنا فيه في هذا لاندستري ديال الموسيقى وكلش اللي حنا في عصر السرعه، عصر الاغنيه السريعه، عصر الكليبات، عصر دونك جو سويز اون غيريير. ايه لا هذا واش حنا نقولوا دوكا، هذا اون بيل غيريير غلامور. ميرسي. هكا تحاربي اختي والله خلاص. تي فا غاني لي غير افون مون ديزون فامي. نحبوا بالخامه اللي عندنا، الخامه الاندلسيه اللي كاين. منين جاك العشق ديالك لهذه الخامه الاندلسيه؟ واش حاجه اللي بدات معك من الصغر؟ Oui, parce que Anna, je suis déjà de la ville de Cléa. Yeah. La ville de Cléa fait trois écoles de la musique andalouse. Yeah. Qui ont déjà mes frangines, les Kbaraliya, qui ont déjà aidé. Et on a fait ça. Donc, l'audio de la musique, il y a déjà trois bâtiments. Trois bâtiments, écoute ça. Esma. Esma. Je kiffe quand tu as l'R&B ou Hadi. Non, même pas, là. Même pas. Tu vois, l'audio, là, je te rappelle. Mais Alphonse, il y a une maison, ma Andy. جاي يعرفوني انت مازال ما عندكش وانا كنغني بالنشاز خلاص تلاقينا اوغوزمون كنجيبو اللي يغني السلام صافي بيت بيغ او كونتخيغ انا جيم بيان تافوا كوتر خلاص عليا كنتي كابيلا لا والله شوقي شوقي كاين واحد لا سين هكذا شفتها غنت طريق اللي سيو يا دلالي وانا كنت نحب نشوف هذيك لا فيديو الشطحه اللي دخلت بها ايه اسمعي مي ما كانش الصوت وكاين النشاز عوضنا شويه بالشطحه وخلاص جي بوكو ايمي هذيك بارك الله فيك خلينا نرجعوا لك لالا صح هي الضيفه ديالنا وحنا متشرفين سمعيت انت حبيت نقلب لا ما نقلبوش لي كومبليمون انا اللي درت الكومبليمون لليلا صح خلاص صح ميرسي كيفاش كتقدري يعني تمارسي هذه الهوايه ديالك ديال الغناء في هذه الخانه هذه ديال كما قلنا وتقدري يعني تزيدي تعطي في العطاء ديالك من غير ما يكون كيفاش غادي نقول من غير ما كيكون مشاكل عندك في الانتاج ولا في الحضور المسرحي ولا واش كيعيطوا لك في المهرجانات واش كاين يعني واش كاين واحد الاقبال عليك كفنانه في هذه الخانه بالضبط وهذا بالعلم انه نوال ايلول قبل ما تكون في الاندلس كانت تغني كلش ما عندهاش مشكل انا ما نقولش بلي انا نعشق الموسيقى الاندلسيه ولا نعشق التراث الجزائري برك بصح نعشق كامل لا ميوزيك دونك ما عنديش اشكال ولا غنيت نخرج نروح نغني تونسي ولا المغرب غنينا شويه تونسي لا مانيش راح نغني يعني برك راني نفهم فيها تفهم فيها ما بعرفش كابيلا كابيلا تونسي شويه حاجه تونسي واش نغني لكم Bon, je vais interpréter Frank Ghazali. Yeah. D'accord. في بالك اللي فرق غزالي غنيتها الفنانه الراحله الله يرحمها ورده الجزائريه الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها لا الله يرحمها صالحه فلا فرق الحي يدبر الروح فرقت روحي فرقوا غزالي العين تنحب من نفرقوا غزالي تنحب من الله 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 هذوك
كون سينا غير الله الله لسنا عفوك لسنا عفوك هيا بعد شوية هاك الكابيلا هذا لا عاد شنو محمد رضا أنا اكتشفت اليوم أنه يغني التونسي أفضل مني والله الحقيقة بالحق غنينا شوي لا والله لا عاد والله والله تسأل شنو والله اثنين هو محمد رضا كحشم على ما يخممشنا الأغنية اللي غادي يغنيها لنا شكون نشوفو دوكا باك نستعرف بك تعرف بي تجي نتخش من المقطعين بون ها بيسكون اي لا سي ان سواري دو ريفيون لازم نشوفو ان بو دو تو كاين موسيقى كاين سيرك ثاني راح يكون عندنا دو سبيكتاكل تاع سيرك دو سبيكتاكل دو ماجي وكاين ثاني دو لا دانس فهاد لا سواري هادي انتم اللي راكو تفرجوا فينا مع لا تروب كاسبا دانس دون لور بروميي نيميرو دوكا اللي راح يديرونا فلامينكو لا كوريغراف مع لا كوريغرافي دو فايزا ومن تفضلوا كاسبا دانس كاسبا دانس في هذه السهره هذه تاع راس العام سهره ريفيون على الجزائر تي في هنايا في مطعم لالا مينا في ديدوش مراد فوالا مازال نزيد لكم نيميرو واحد اخر ان شاء الله فوالا سي كيفو فيه سي كيفو فيه دونك كاوتا جو دون لا باغول والله انا حبيت نسقسي دوك عبد الوهاب ولكن نسيت باللي قبل ما نتفرجوا في هذه الرقصه الشيقه خلينا محمد رايدا كيخمم خلينا تونسي فشنو ما ننسى والو انا راه جامي خليناه يمشي لتونس بالطياره يجيب اغنيه ويجي لا ما عندوش دماغه ولا موال تونس انت اللي فكرتوش واش تمجروني لاسبان تخرب قولي انغام اشنو غادي تغني لينا شي حويجه تونسيه ندمج شي حاجه تونسيه من قالت انا عزيز عليا تونسي فعلا انا عزيز عليا تونسي وعزيز عليا الانغام ديالنا يا ناس ريتوش غزالي يا ناس ريتوش غزالي
غزالي. الله. وتفارقنا من بعد الحب يا أهل الله ولا ونسي سال علي. سيدي خويا ليقلة ولا يقلة جاب مغربية تتجلى لا يقلة جزائرية تتجلى لا يقلة سيدي خويا لا يقلة. جابك بالتونسية جاب ربي ما حبش غني من الأول والله. تحية أكيد لتونس وإن شاء الله يا ربي توينس الكل في تونس وخارج تونس حين بألف ألف خير وبوناني وللتوينس الكل المغاربة الكل المغرب العربي والعرب الكل كل العالم يا ربي إن شاء الله ديما حين بألف ألف خير. وين الخبزة جاتو؟ جاتو تو مشينا نطن طيبوها تو باش تو بعد يعني شوية بعد باش نسمعوك إيمان إن شاء الله بعد ايه دوك نسمعوها جوست مقبل حبيت نسمعنا باسكو خلاص معنا تونسي لا نسمع عبد الوهاب يغني لنا اكابيلا شويه مغربي. انا حبيت سورتو نسقسي عبد الوهاب على الالبوم ديالو اللي هو قاعد يحضر فيه شنو هما لي ستيل اللي غادي يكونوا فيه. الالبوم واجد هو يكون فيه بزاف طبوع مي راح تكون 100% مغاربي فيه دي نيونس تونيزيان فيه دي نيونس الجيريان ماروكان دونك سي 100% مغربي. واش الباساج ديالك في ستوديو دوزيام ولا في برامج الواقع اون جينيرال لان هذه هذا فينومين عندنا في لاسوسيتي ديالنا خصنا نهضروا عليه كذلك واش اضاف لك حاجه يعني لا كارير ديالك ولا نقص منها ولا يمكن الناس كيحطوك دابا في واحد الخانه اللي هي يعني معروفه بان الناس اللي كيدوزوا من برامج الواقع كيكون واحد لو فينومين ومن بعد كيهبطوا يعني كيفاش انت كتعيش مع هذه كيفاش الجمهور ديالك تعيش مع الباساج ديالك في ستوديو دوزيام. هذا كان يعني انا اللي حبيت ماشي ما تجبرونيش. والانسان اللي تحب يتعلم سي دي زيكسبيريونس اللي نستفادوا منهم. الحنوة شباب استفدت منها في الجزائر 2008 ستوديو دوزيام 2012 استفدت منها ما كان حتى حاجه نقصت من القيمه بالعكس انا تعلمت سورتو كي قعدت طولنا في المغرب دونك تشبعت شويه. هذه التجربه هذه اضافت لك. ليش تجي تونس؟ نجي تونس ان شاء الله. اهلا وسهلا. على راسي وعيني ان شاء الله. نوال عمرك ما خممتي انك تدوزي من شي برنامج من هذه البرامج هذو اللي كيمشيو لهم الفنانين يمكن اللي ما كيلقاوش الحظ ديالهم في التوزيع في الانتاج عند عمرك ما خممتي انك تدوزي؟ دابور انا جو لونكوراج باسكو هذا شغل جرأه منه هذا هو جريء والله والله باسكو انا بوغ مو انا ما نقدرش ندوز في سو جور دو كومبيتيسيون دونك نقول لك شوف انا كي نقول لهم انا ما نقدرش ندوز هما يروحوا قبالها الحاجه اللي سطحيه ويقولوا باسكو نوال ما تحبيش لا ديسيبسيون انا نقول لهم نقبلها منكم صح بالك انا ما نحبش لا ديسيبسيون بصح انا من النوع اللي نحب نشقى في حياتي خليني نولي نجمه وانا نفوت على كامل توت اون كارير. انت عندك الروح ديال المنافسه ولكن ما بغيتيش تقيميها بدي فوت ديال الجمهور ولا بدي باساج في التلفازه هذا ما كان. بس انا جايه حنينه بزاف ما نقدرش نخلي صاحبي هكا يخرجوه وانا نقعد نبكي ومن بعد تجيني كومبليكي تجيني كومبليكي خليني نغني هكذا وشاك فوا سون شارم ربي سبحانه مد كل واحد الموهبه تاعو. انا جو برون مال هاد الحاجه كل واحد زعما انت تعجبني انت دير بخومي بخي انت لا نو هذه موهبه كل واحد ربي طالو الخانه تاعو كل واحد طالو لو شارم خلونا نعيشوا كل عبد الوهاب شكون اللي واش عندك دي ديو كي سون بريفو في هذا الالبوم الجديد ديالك واش عندك شي تعامل مع شي فنانين اخرين اللي غادي يغنيو معاك مثلا؟ نو في البروميير البوم ما فيهش دي ديو فيه كو دي وحدك وحدي تو غيزون وحدي خلاص الاول ديرو ماشي انا اون فيزيون استراتيجي ماركتينغ كل واحد عنده كيفاش يشوف انا شفت بلي لي ديو نقدر نعملهم اون سينجل مثلا مي الالبوم خليته سبيسيالمون لانه فيه دي ريبريز والالبوم عزيز عليا بزاف لانه فيه اغاني تاع بابا دونك جو ريبرون كلكو شونسون تاع زمان تاع التراث الجزائري كاين يا قمر يا علي تاع الكاهنه كاين الجي الجي دو ليلي بونيش اي لو ريست سي دي شونسون تاع الوالد ديالي وكاين تعاملت مع بالقاسم زيطوط تعلمت مع امين دهان اللي ما في لارونجمون دو كلكو شونسون
وعبد الرحمن جودي اللي نحييه بالمناسبه اللي دعم لي لا بروميير شونسون تاعي. ونحييو كذلك. نوال الجديد ديالك كاينه شي حاجه في الدخله ديال العام الجاي؟ نقول لك صح ولا نكذب عليك؟ لا ما تكذبش عليا، احنا هنا ما نكذبوش. نص نص. لا تخافي من العين، لا تخافي من العين ما تقوليش حتى حاجه. لا 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 خلينا خليهم العين، ولازم العين حق. العين حق. الحاجة الأولى أني معولة نديرو بلاصتو شوقي إن شاء الله. مرحبا بك. الله مرحبا بك. أنا تخليني العام الجاي. لا 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 كان تخليني ندور ماشي هكاك باش نولي أنا ومعاك ونتحاماو فيه. هاي مرحبا قدام دوك. هاي والله إن شاء الله. بون أنا درت ديما هذي فيه باش يخرج الألبوم كيما ديجا خرجوا لي قبل في راس العام. بصح شغل شباب يطول، انا حبيت نخلي الوقت وان شاء الله عندي ديجا خدمه مع جمال العروسي اللي راهو معنا ديجا اليوم. وكاين كاين كاينين شونسون اللي نخدم فيها افيك ان ارونجور الجيريان كي ا باري. دونك السنه الجايه حافله ان شاء الله يا بلي بروجي ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق لكم بجوج. مادام حكيتي على الوقت، احنا ثاني الوقت لازم نديروا له حساب. وي دونك كيفاش نديرو؟ ما نسمعوش يعطينا شويه حاجه هكذا؟ انا بغيتهم يعطيونا بربعه مادام هما هذه الجلسه جالسينها بربعه. من بعد من بعد نستناو ايمان تعطينا اغنيه. هذيك وحدها ايمان كتطلع تطلع تقربنا. نعطيكم مقطع باسكو حكينا على الماروك ايزون شونتي تونيزيان، اون فا شونتي توت الوغ الجيريان، انا نغني لكم ان بتي مورسو ماروكان. تفضل. سول. وكجرحي جريت وجريت حتى الشماء عزيت فيك، وكجرحي جريت وجريت حتى الشماء عزيت فيك، وسيت وعالجت وداويت، وسيت وعالجت وداويت، وترجيت الله الله يشافيك، ينبالي بيا ولا بيك يا جرحي. واليوم اليوم تهديت انا 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 جريت وجريت جريت وجريت وعييت وتهديت. ايوه الله كوثر. المغرب والجزائر وتونس واحد. ايه نفس الاحساس، نفس الـ 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 النبرات، الايقاع من بكري في لي ريبيتيسيون، الناس الكل قاعدين عايشين مع بعضنا، قوش عليها اغنيه واحده قاعده تتغنى. ف سي ان بليزير هكا باش نلقاو روحنا ملمومين في لمه صحيحه، لانه المغرب العربي هو احنا. ما عرفتش واش مازلنا نتجاراو مع الوقت، نتجاراو ولا لا؟ خلاص دوك نديرو كوبي بي. خلاص هيا نسكت. هاي خلاص معني القاعدة. كان لازم نديرو لابيب وبعدين نعاود نوليو لكم. افا لابيب ما عباليش. لا لا كش ما كاين تسمى نديرو لابيب سينو ما نعاود نوليو لكم شويه هكذا. قعدوا معنا. جابك جمال الجزائر، نسيتي تونس يا نكار. I love you. الشاب اللي لابسه صبات للي رجلها حفيانة، والشاب والشاب اللي أمه حي الله يحفظها، واللي أمه في الشباك. وشابني للجزائر أشياء
كان الكتبة على الله
والشيب خلوا العلايل يا حول حالي روبي على اللي تعبت ليالي وروبي على اللي تعبت ليالي آه روبي على اللي تعبت ليالي روبي روبي على اللي تعبت ليالي وروبي روبي 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 على اللي تعبت ليالي. الله الله مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مره اخرى الى هذا وين لحقتوا بينا. راكم تشوفوا في ليميشن سهره ليميشن ريفيون على الجزائر تي في بيان سور. ايمان شريف فانستون مام على الله لو تيتغ اللي عرف بها اترافير لو موند انتي. يعطيك الصحه ايمان، ميرسي بوكو سيرتو على هذيك الشره تاع مقبله تاع شواني جايه هكذا. معليش معليش بصح معليش معليش سي با غاف. بون هيا دوك نونطاميو البلاطو تاعنا هنا اللي رانا حاضرين، نعاودو نذكركم في مطعم لالا مينا ونعاودو نرحبوا بالضيوف اللي راهم قاعدين معنا في هذا البلاطو هذايا. على ندوم ننظروا هكذا باش تبعوني مليح في لاريجيا. تبعوني مليح في لاريجيا. ريم غزالي، جمال العروسي بيسكو حضرنا عليه. باش ما تقولوش حنا كذابين، راهو هنا راهو قاعد معنا جمال العروسي. مرحبا بك اون فوا. نعاودو نرحبوا بياسمين شبلال، مرحبا بك. Et puis notre chroniqueuse spéciale maison Douga Douga, l'oustad Ali Malbis, tu nous as dit Rim, bon, on va parler de ce qui a marqué l'année en culture, Adlam. Oui, قبلها تشي نعاود بدورين نرحب بضيوفنا، نرحب كوثر واكزاكتومون ما نقدروش نكملوا العام شوقي بلا ما نهضروا على الثقافه الجزائريه. مالا كون با بارلي كولتور كوثر بودراجة مازالك معايا ما كرهتيش؟ والله شطحت حتى عليا الدوكا. والله راه عملت لك راحت روحي. لا والله لا لا هاني قاعده زين عندكم. لا لا خلاص انا لهنا ماذا بيا نديروا سهره كيما لاباس. والله سهريه ممتعه ممتعه ومازال عندي ما نقول ومازال عندي ما نهضر مع ريم ومع جمال ومع ياسمينة. مع ياسمينة؟ بيان سور. علاش مع ياسمينة؟ باسكو عندي ما نقول انا وياها. واش عندك تقول؟ فهاد البلاصه هادي وشنو غيصرى فيها لو مواد فيفغي؟ والله بيان سور. تفضلي. راني على علم بكل شيء. وري لنا. قولي له ياسمينة. لوبجيكتيف برانسيبال ني با سولمون لا ريستوراسيون، مي اوسي بروموفوار لا كولتور، لي جون تالون كي سو مانيفيست ا ترافير دي اكسبوزيسيون دو بانتور، دو فوتوغرافي. Des récitals de musique, bien sûr, ce sera les grands professionnels avec les amateurs, les jeunes artistes. Yani l'engagement ديالك va prendre forme في شهر فبراير ان شاء الله باش تزيدوا تشجعوا المواهب الشابه في جميع الميادين. ولكن نذكروا فقط باللي ما راهمش غادي يكونوا وحدهم، غادي يكونوا مأطرين من عند ناس اللي هذه حرفتهم وخدمتهم باش يوجهوهم. اكزاكتومون هي بدات. خلاص ما رانيش رايحه للمروك، قاعد لهنا. خلاص لهنا هذه بلاصه. تقطري ولا تجيبش تعلم؟ لي دو سا دي بون، سا دي بون. وي وي صح سا دي بون. سي فون توس كيك شوز ا دوني كيك شوز ا بخوند. ياسمينة، الناس اللي يبغيو يجيو ويشاركوا في التظاهرات الثقافيه هذه اللي حنا الساعه كنحيوك عليها وعلى هاد لا ديمارش ديالك، كيفاش يديروا؟ كومون فير؟ تصلوا بنا يجيو نتلاقاو معاهم نهضروا معاهم نشوفوا المشروعات تاعهم. ايه لهنا سوغ بلاس. لهنا سوغ بلاس. في مطعم لالا مينا في ديدوش مراد. مطعم لالا مينا. ولا يبعثوا لنا ايميل باسكو عندنا لا ريستوراسيون، عندنا المطعم ونديروا موعد معاهم ونتكلموا معاهم ونشوفوا كيفاش نخدموا ان شاء الله مشاريع اون لي رياليز. ونزيدوا نذكروا جوست المجالات اللي معنيين بالامر. الموسيقى. الموسيقى. les rencontres littéraires. Oui. اللقاءات الثقافيه. اللقاءات الثقافيه شكرا. الادبيه. 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 المسرحيه. اي. tout ce qui est exposition. الفنون كاع مجموعين عندك ياسمينة. اكزاكت. دونك لو موا دو فيفغيي سخا لو موا نتاعكم وتاع دار لالا مينا. لو موا دو فيفغيي اون نو زوفون كو سوا لو موا دو فيفغيي بصح الله اعلم. مي ان شاء الله ان شاء الله. برافو بور تسكي فو فات. باليش اذا نقدروا نعاودوا نذكروا برك بلي لو ريستورون لالا ميرا ديجا اكويي ان ايفينمون كولتوريل اللي هو جارت 2014. فوالا بيسك يو لا فريسك تاع ال سيد كي سي فيست جوست هنايا. انا برا ما تبانش. فوالا ولو ريستورون ال سيد فتح بلاتو لالا ميرا. اللي ما عندوش روبير كي تجي هبط على ديدوش كي يشوف هذيك الجرافيتي كبير انتم راكو تحتو. جوست تحتو. هكذا اون با الغاطي. شافي راهي نسات نوضرها ولكن ما نساتش خدمتها. جابلودي موا جابلودي. ريم 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 ريم
ريم. وي شويلا. واش راكي صافا؟ لاباس. انا البوم اون بريباراسيون وين راه لاحق هذا البوم هذا؟ البوم تاعي خلاص دونك اللي بديتو في ميدل ايست في لبنان في مصر في دبي هذا اللي خدمتو بالعربيه مي سيتي اون اورينتاسيون افيك الماناجمنت تاعي اللي كان في لبنان. دوكا بوغ 2015 ان شاء الله يبا يافوار ان شونجمون راديكال تما نعاود نرجع كيما قبل كان لازم نكون هكذا باسكو كي رحت لستار اكاديمي سيتي بلوس اورينتال سيتي ميم الماناجمنت تاعنا ستار سيستم كي ايتي تري يعني يرجعونا تري تري اورينتال اون اوبليجي باسكو لو مارشي ولا حبينا نقعدوا تما اي تو ايتترا اون اوبليجي دو ترافايي دون سو سانس تو سكي اورينتال دونك انا جو نو مي روتروفي با دون سيت يعني ديجا بروميرمون جو بارلي با ليباني من بعد وليت الوغ من بعد قلبوني جيتي وما فورماتي باسكو جيت من الجزائر جيتي فرانكوفون اي بي جيكوتي كو شي با مو بيانسي جيزي الاوكسيدنتال الاوكسيدنتال اي بي ميم دو راب ايتترا جو مي سو روتروفي فيروز ام كلثوم باسكو جيتي با فريمون ا ما بلاس مي سي فري كو ستار اكاديمي سي ان بروغرام با كو la voix il y a c'est une star qui on voit les talents de la personne donc elle peut être dans l'animation dans la comédie dans l'acting etc donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai un petit peu percé plus dans l'animation télévisée et j'ai travaillé sur beaucoup de chaînes arabes et notamment cette année que je suis revenue je fais un retour en Algérie avec le programme Jet Set qui a pris fin cette semaine, le réveillon, c'est la dernière partie qui va être diffusée. Ça sera la saison 1, on ne sait pas encore, mais ils ont déjà parlé de la saison 2. Mais moi, déjà, je suis sur un autre programme pour 2015, Inch'Allah. Et puis un sitcom, Inch'Allah, pour Ramadan. Et puis un film aussi. Hein. Oui, un film, c'est vrai que... Bon, ça ne se dessine pas encore, mais... Oui, exactement. Je ne le savais même pas pour le Mousselsel Award al-Jazairia, et ça serait un grand honneur. Pour moi, c'est vrai que Star Academy, les maquilleuses, le staff qui travaillait là-bas, les خدموا بزاف معاها, que ce soit en Égypte ou là, هذيك يقولوا لي بزاف تبيل وردة. C'est vrai que moi j'ai jamais fait le lien. Mais ma mère a عقدتني depuis que j'étais jeune, elle me dit "انتي ما جبتكش انا جبتك وردة." Et moi j'ai même pas eu la curiosité نروح نشوف ses photos quand elle était jeune et quand j'ai regardé, je me rappelle, je dis "mais maman ne me ressemble pas." Elle me dit « si, regarde ses photos quand elle était jeune ». Mais bon, à l'époque, quand j'étais très jeune, il n'y avait pas Google, etc. Donc, mais je n'ai pas eu la curiosité, mais j'ai dit quand même Aqda. Et ma grand-mère, on disait qu'elle ressemblait à Fayrouz. ما ça y est. جمال. أنا الحاجة اللي حبيت نقولها اليوم في حق ريم واللي خصنا نشيدوا بها هي أن تبارك الله عليها عندها سبا صنايع ولكن رزقها ما ضايعش والحمد لله وكتحظى بجماهيرية كبيرة. نقول لك وعلاه. نورمالمون العباد هذو كاع اللي يديروا البرامج تاع الواقع مثلا اللي يمشي للمويان اوريون كما قالت هي يحظى بجماهيريه غير عند هذه الفئه من الجمهور. هي راحت لتما وعلت الدرابو تاع بلادها تبارك الله عليها وعلت الدرابو تاع المغرب حنا ثاني كلصقناه فيك ايه وحنا اللي نجحوا نلصقوا فيه سي سا وإي دوكو عندها واحد الناس كيحبوها بزاف وكيساندوها بزاف اي حاجه كديرها تبارك الله عليها واي مشروع كتبدا فيه الا كتلقى الجمهور مساندها الحمد لله هذه نعمه من ربنا باسكو اون بو با فورسي لي جان اسكو باش يحبوك هذه نعمه من ربنا ولا رزقك بها المحبه اون بو با لاشتي اون بو تو فير مي اون بو با اشتي محبه الناس ولا الناس يحبوك سي لو بلوز امبورطون سورتو بور ان ارتيست الا با سون بوبليك سي با ايفيدون الله يكثر حبابك لله أي سون ترانزيسيون مالا ندوزو الأحداث اللي شدت اهتمام الجزائريين في المجال الثقافي في 2014 معك مريم. كاين عدة أحداث بيان سور كي اون ماركي لاني 2014 في الثقافة الجزائرية، أنا حاولت نلخصهم كامل ولا أهمهم في لو ريزومي اللي نروحو نشوفوه كيف كيف. توت سويت. الثقافة الجزائرية في 2014 كانت حافلة بالتظاهرات والأحداث اللي راح نتناولوا أهمها وأبرزها في هذا الملخص. نبدأ برحيل وزيرة الثقافة خالدة تومي في مايو 2014 وتعيين الوزيرة الحالية نادية العبيدي اللي من المنتظر منها تواصل المشاريع الشائكة للوزيرة السابقة. ومن أهم هذه المشاريع قافل مليون دينار مشروع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية اللي راح تنطلق في أفريل 2015.
ميدان الأدب في الجزائر هذا العام عرف تتويجات الصحفي الكاتب الجزائري كمال داود اللي فاز بجائزة أدبية في الجزائر، جائزة الأكاديمية الفرنسية، الجائزة الأدبية للمنظمة الدولية الفرنكوفونية، وكادنا الرابع جائزة بما أنه الحق للدور النهائي لجائزة غونكور الفرنسية. في نفس الوقت الجزائر فقدت العديد من كبار الفنانين الجزائريين اللي غادروا الحياة وتركوا سجل ثري للجيل الجديد اللي خدا منهم الكثير. هذا الجيل اللي راه يجتهد على الساحة الوطنية والعالمية، وهذا عن طريق كل الفنانين اللي مثلوا الجزائر في الخارج، وأيضا عبر مشاركة مواهبنا في البرامج الغنائية العربية كما كنزة مرسلي اللي شاركت في ستار أكاديمي وأجراديو غرطة في أرب أيدل اللي قاموا بمشوار لبس به، وبالرغم من إقصائهم يستاهلوا كل النجاح. بالله يا غزالي نرسل معك كتاب لي من هو غرامي خلاني في التهاب. بعد الأهليل الشدة الإمسانية والإمزاد، اليونسكو زادت في ترتيبها العالمي للتراث اللامادي سبيبا، واللي هو احتفال تقليدي لمدينة جانيت يعبر عن السلام بين القبائل الترقية. المشاركة الرابعة للجزائر في كأس العالم لكرة القدم 2014 أثرت في الفنانين الجزائريين اللي كثير منهم غناوا لفريقهم الوطني واللي بيهم عرفت الجزائر أول طبعة لمهرجان الأغنية الرياضية. الفنانين الجزائريين مرة أخرى جمعوا أصواتهم بهدف التحسيس ضد عدة أمراض، ومن أهم هذه الحملات الفنية لو كوليكتيف دارتيس كونتر لو سيدا 2014 اللي كان في الموعد لخامس مرة وعرف مشاركة أكبر عدد من الفنانين مقارنة بالطبعات السابقة. الفن السابع في الجزائر عرف إنتاجات عديدة في 2014، من بينهم فيلم الوهراني للمخرج الياس سالم اللي أثار جدل لا محل له من الوجود، واللي بالرغم من ذلك حقق رواج كبير في المهرجانات ونال عدة جوائز في فترة قصيرة بعد إنتاجه. السينما الجزائرية عرفت أيضا عودة المخرج اللي نال السعفة الذهبية محمد الخضر حامينة بعد 30 سنة من الغياب بفيلمه الجديد غروب الظلال، واللي من المحتمل يشارك في ليزوسكار 2015. حتى شوارع العاصمة الجزائرية عرفت حركة ثقافية هذا العام avec la Biennale Interculturelle Jart 14 اللي حيات ولونت شوارع العاصمة في طبعتها الأولى، واللي عرفت تبادل ثقافي بمشاركة فنانين عالميين. نجوزو دوكا لو فينومين دو لاني كي ماركي ليتي 2014، واللي هو ثقافة الواي واي والاي اي اللي نتج عن أغنية رايوية ولات رقصة شهيرة في الجزائر. واي واي نروح نختمو هذا الملخص الثقافي لسنة 2014 بالأهات تاع الفنانة المطربة الجزائرية في اللعبابسة اللي عبرت في اون فيديو عن معاناتها المهنية بكل شفافية. كمالك سنة الحرام تركوا قاعدين وعندكم شهرية، احنا ما راناش لقين باش ناكلوا سافاكم سا تحبوا نقولايكم هكذا، تحبوا المدي يدي تحبوا على آخر كبري نبدي حاجات ما دلتاش في صبري، حرام عليكم. كانت هذه حوصلة على أهم الأحداث الثقافية تاع سنة 2014 لهذا العام. دونك يافي بوكو دو شوز بوزيتيف، كان شوية سلبيات وبزاف إيجابيات. الحمد لله الثقافة تاعنا في الجزائر راهي ماشية
الحمد لله نقولوا الحمد لله نقولوا الحمد لله فوالا دونك المشاريع المشاريع راهي متواصله لي زيفينمون كانوا كلهم او رانديفو لي جون تالون تاني راهم يخدموا والمشاريع تاعهم راهي ماشيه تاني وسورتو لا مينيستر جديده تاعنا لا مينيستر اكطوال مدام ناديه العبيدي كي مان بيان بور لانستون لا كارافان كولتوريل الجزائريه اي سي طون ميو اي سي طون ميو تاني بين لي زيفينمون اللي ماركاو هذا العام هذا في 2014 هو مرور سيرك عمار بدورة في الجزائر ساعدتكم والله غير حالة رحت للسيرك ديجا ما رحتش جامي 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 خلاص دابا دوكا نعيطوا للبسيكياتر ونجلسوا نهضروا على لي سيكل تاعنا لا سي تري تري بو جو سي عباه جبناهم لك انا كوم على بالي بلي جامي رحت للسيرك خلاص قلت لك نقعد في الداير يا خويا حتى لعندك حتى لعندك جامي ريح معنا راح نقصروا من بعد لا 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 ريح مازال مازال نضربوا طلع السيرك ونعاودوا نولي هكذايا هيا الوغ Le cirque Amar avec, avec les contorsionnistes du cirque Mongolian Sister. Hey. Mongolian Sister du cirque Amar les qui ont tourné تاعهم في الجزائر عبر تراب الوطني غير كيما ما كملوهاش كملوها داير في في ولاية البليدة وبيان سور ان شاء الله يعطيكم موعد العام الجاي سيرك عمار كونتوشن سيكس عمار رايح نعود نرجع لكم بعد الفاصل
غزالي على الجزائر تي في في سهرة نهاية السنة هنا من مطعم لالا مينا غريب. قلت مباشرة لي موفيز ابيتيود ونكملوا معكم هذا البلاطو هذايا مع ضيوف جدد وضيوف كانوا معنا وعاودوا ولاو. نبداو من اليمين ونعاودوا من هنايا ونعاودوا ندوروا هكذا. تبعوني مليح في لاريجي. اي محمد رضا معنا من جديد. جمال العروسي مازال قاعد معنا. حسن بريوا كرونيكر سبور يلتحق بنا. وسارة أيوب تلتحق بنا في هذه البلاطو. مرحبا بكم. مرحبا بكم. في المسهرة تاعنا هذه. دونك حسن بريوا سي كرونيكر سبور تاعنا راح يدير لنا بيان سور لا ريكاب 2014 تاع سبور. سارة أيوب اون فا روديكوفغيغ جيسبيغ بيان سو سوار. وجمال العروسي جاب معاه جديد. وي جاب معاه جديد. ان نوفو تيتر فريشك. ان نوفو بانش. فريكش. فريكش كما يقولوا صحابنا بالميكا ديالتو. بقى بالميكا تو نوف. عرفتي شنو هي احسن حاجه؟ احسن حاجه في جمال العروس زي ما كنشوفوش بوندون دي زاني وملي كنشوفو ما كيتبدل فيه والو. نسكن فيه فريكو. Alors, je dis, c'est un nouveau titre à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement. C'était Niet Indila Khawra Tahririya. Voilà, exactement. Donc, c'était un titre pour l'occasion du 60e anniversaire. On a fait un projet un peu plus grand. Bon, ma stratch, on a fait la chanson. On a fait un clip. Bon, le clip, je n'ai pas fait la chanson. C'est la première fois que je vais la chanter au complet dans une émission. Donc, il y a Yassine Ouabed, sahbi, un grand poète algérien. Où est-ce que tu as écrit le texte ou la musique? Je suis en Allemagne. J'ai invité des musiciens assez importants qui m'ont déçu Balbadila. C'est un contrebassiste roumain. Mimi Surinstamadia, c'est une violoncelliste suédoise. Qui a été Bernd Kula, c'est un violoniste allemand. Ou Kane Wilfried Fenedaïd, c'est l'ingénieur du son qui a fait le mix ou l'arrangement ou les instruments. Le Khalil Nabtoum, qui m'a fait les productions terribles. C'est Fahaman Lab, plusieurs instruments. Voilà. Donc, ça parle un peu de la. Mais je suis spécialement de la révolution, mais de l'esprit de l'Algérien en général. Voilà. Très bien, c'est marrant. Très bien, c'est marrant. C'est marrant. Alors le titre, ma contenance, c'est quoi le titre? Oussma Hnana. Hni Hnana. Alors Hnana, ça peut être une maman, ça peut être une patrie, ça peut être un pays, ma bled ou la. Hna Hajalit Hn. Voilà, Hni Hnana. Hni Hnana. Jamal Larousi. Zer TV, ça va être mérite. سيطر علينا خلف النيط وما يسلكوش لي طالب من عنايتنا الجن الازرق ما يمسوش حني حني يا حنانا بشنانا فلي ما يحنوش نشفو الويدان يا حنانا نوعشو هذا ما نشفوش هادي أرنا وهادي بلادنا ساها ورجالها قدرين شكون يقول خالتي يا مينا وينها وعلم مدفون وين ما صابتش لقبر مسكينة كد حتى تفاول عينين لكن علاش عارف وطنا تموت في عود مرة ميتين باش يتعلى على مديالنا قدرات مد ولادها الأخرين صغرتي وفرحي يا حنانة ولادك ما زالهم عايشين حني حني يا حنانة بشنانة فلي ما يحنوش نشفو الويدان يا حنانة نوعشو هذا ما نشفوش
حني حني يا حنانة حني محنة العقال احنا لي في قلب البرد عرقنا باش ناكلو لقمة الحلال احنا قطنا من عرق جبيننا باش نطلبو الناس موحال احنا لي شقينا احنا لي صبرنا احنا حملنا محاين نتقال احنا لي وسعنا خاطرنا وما زلنا نسعفو ما زال هادي أرنا وهادي بلادنا ولد الترجل الموحال ما رانيش نحضر بالشحنة راني براحة البال باش نفهم لي ظلمونا باللي قادرين قلعو جبال وباش نقول كلمة موزونة نعطي مثل نقط المثال حاسبة الرمز ديالنا احنا نسامة ما تجال حني حني يا حنانة بشنانة فلي ما حنوش نشفو الويدان يا حنانة نوع الشهادة ما نشفوش حني حني يا حنانة بشنانة فلي ما حنوش لازم ولي تلزمك تلزمنا التاريخ يتنكتب بالدم بدمنا كتبنا تاريخنا بشنانة فلي ما حنوش نشفو الويدان يا حنانة نوع الشهادة ما نشفوش حني حني يا حنانة بشنانة فلي ما حنوش نشفو الويدان يا حنانة نوع الشهادة حني حني يا حنانة جمال العروس ونطنطر جمال عاودي الحايل تحق بنا نكملوا مع ضيوفنا اللي محاضرين غادي ندوزوا من الأناقة واللياقة البدنية تاع جمال العروسي الحنان ولا دوسور ديال سارة عباك هكذا جفي واجفي سا مارشي وبا سا مارشي سا مارشي سارة مرحبا بك شكرا ولا نقول لك لا جوكوند على بالكم أنا نعرف سارة دوبي بريسك 10 عام كنا تلاقينا واحد دوكو سيركونستانس ما غاديش نهضروا عليهم هنا اوكي مي انا ما عرفتش ساره المغنيه انا عرفت ساره الكوريغراف لا كوتش فوكال لا كوتش فوكال كيسكي سي باسي دوبوي اشنو صرا بلان دو شوز اون سي بيردو دو فيانا وياك ما عادش تلاقينا اللي تلاقينا هنا في الجزائر وي لا توت ا لير اون سي ريكروزي اكزاكت اشنو وقع اشنو صرا سي سي ليفيرفيسانس ديال لا كارير ارتستيك ديالك تو ا توشي ان بو ا تو كيسكي سي باسي ساره Eh ben, en fait, tout le monde me connaît beaucoup comme étant derrière le rideau. Pendant des années, je me suis beaucoup occupée des autres. C'était ça. C'est dans ces circonstances-là qu'on s'est... C'est dans cette vie-là, en fait, que l'on s'était croisés, toi et moi. Exact. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai toujours eu envie, parce que quoi qu'il arrive, quand on est coach vocal, on est aussi artiste. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on passe tellement de temps à s'occuper des autres, on trouve pas le temps pour soi. Et il y a quelques années, je me suis forcée, parce que j'avais quand même une équipe qui me disait, mais... Où est ton projet? Il faut qu'on commence à avancer, qu'on avance. L'univers d'Yael Kinti, un univers dans lequel tu... Enfin, vous voyez, vous avez baigné avec votre famille, avec votre papa, oui. qui est avec les Ouaz. Qui était musicien, complètement. Exactement. Il y a eu une petite fille qui a été en train de faire des choses. C'est vrai. Et tu sais que tu as fait des choses. Oui, j'ai toujours baigné dans la musique. C'est vrai, papa était musicien. Et c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire que j'ai vécue, surtout avec cette chanson « Ehwek mm-hmm. », celle que j'ai choisie pour commencer, entre parenthèses, ma carrière de chanteuse. Pourquoi cette choix, Madame Kadrat, pourquoi cette choix exactement? Pourquoi « Ehwek » Alors justement, c'est quand même une histoire assez folle parce que je ne savais pas, c'est ma mère qui m'a raconté, peut-être 20 ans plus tard, l'histoire de cette chanson. Et mon père me l'a chantée pour me bercer quand j'étais bébé. Et il l'a chanté, il l'a joué. Et en fait, bon, voilà, après j'ai grandi. Et puis, cet air-là, il était... Voilà, et en fait, je pensais que cet air, je l'avais inventé tellement. Il était, il faisait partie de moi. Et quand j'ai commencé à chanter à 15 ans, 16 ans, 17 ans, cet air me revenait constamment en tête, donc je le mélangeais avec de la pop et l'air me revenait tout le temps. Et un jour, j'ai vu un concert des frères Jules Brand, uh-huh. et à un moment, toute la salle a commencé à chanter cet air. Et je me dis, mais je ne comprends pas cet air. C'est toi, c'est moi, c'est ton enfance. C'est mon enfance. Et en fait,
cette chanson, c'est aussi à travers cette chanson, c'est un hommage que je fais en fait à cette histoire, à mon père, et voilà. Et c'est un juste retour des choses. J'ai beaucoup chanté en français, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Et tout d'un coup, même si mon accent n'est pas terrible en arabe, eh ben j'ai l'impression d'avoir retrouvé le chemin de ma maison. Le mot est l'ihsas. Il y a quelque chose. Bien sûr. D'ailleurs, on va avoir un aperçu. Hein, bien sûr, je l'espère bien. Ah bah oui, bien oui. Mais juste avant, il faudrait qu'on parle sport. Yalla. Même il y a un ouïe qui me dit le sport. قاع ما كاش ما فهمو تفهمي بون انت هكا نفهم في نفهم كي ماركي وبرك كي ماركي داكور ساعه سي ديجا صح حسن بيوا 2014 سنه محفوفه بالاهداف محفوفه نو بون avant de commencer ma rap toujours ça passe pas mais je sais pas enchaîné on s'est fait trop vite enchaîné parce que tu as mal le frère ديالك donc انا ويا هاد برو حنا on est le binôme حنا ما حنا لو كان tu prends pas la parole on garde هكا jusqu'à demain نجيبو السوايع حنا هكذا donc avant de commencer نرحب باخواننا المغاربه الله يحفظك التوانسة اللي يحبوا كلوب افريكان Donc, oui, 2014, quand la culture quand fait un succès, le sport aussi algérien qui a fait un succès, avec des hauts et des bas, où on a fait la Coupe d'Afrique de la Honde, le 20 janvier, on a fait ça, mais c'est faux. Donc, il y a aussi la qualification de l'équipe nationale, l'Abna mondiale, le Brésil, on a en deuxième tour. خسرنا مع الالمان ربحناهم 82 واش بك تقول خسرنا تقولها بشويه خسرنا مع الالمان جبتها ايمان خسرنا مع الالمان بصح كي عاودنا ولينا اون 15 بلاص دونك سي بور لا بروميير فوا في ليستواغ تاع الفوتبول الجيريان اي بوي افي جوست مع ديبي دو سيزون 2014-2015 في لا دوزيام جورني لو ماتش ليسما جياسكا فقدنا لاعب شباب القبائل الباري بوسي لو كاميروني سيتي C'était vraiment la chose qui m'a fait le corps de Jazeera. Et puis, on a un Steph, le magicien de Steph. اشرف الماجيسيان اليوم معنا اللي راح نعاودوا نتلاقاو به شويه هكذا ان شاء الله نشوفوا اون ايماج خير من نقدروا نحكوا نشوفوا خير من نقدروا نحكوا ومن بعد نعاودوا نولوا ها شوفوا اون ايماج اليوم طوينا صفحة سنة 2014 لكنها ستترك بدون شك جملة من الذكريات على سجل الرياضة الجزائرية منها من صنعت أفراح الرياضيين والمشجعين وأخرى حزينة مع شديد الأسف ومقارنة بالسنوات الماضية يمكن اعتبار 2014 سنة طيبة للرياضة الجزائرية فكانت بدايتها مشرقة ونهايتها مفرحة وكما فعلت أيام مجدها فتحت الكرة الصغيرة سجل تتويجات ببطولة إفريقيا لكرة اليد فقد وقف المنتخب الوطني الجزائري ضد كل التأويلات وكذب كل التكهنات فاستعاد بعد عمل وصبر طويل التاج الإفريقي ليحلق على سقف القارة السمراء للمرة السابعة ومن جهته نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في افتكاك بطاقة التأهل إلى مونديال البرازيل بعد رحلة إفريقية شاقة خاض فيها الخضر مواجهة قوية اختتموها بفوز غالي على خيول بوركينا فاسو فاستحقوا حضور المونديال للمرة الرابعة وأبهروا العالم بصعودهم إلى الدور الثاني لقد كانت لحظات سعيدة ستذكرها الجزائريون لسنوات عدة وبفرحة المونديال اختتم موسم الكرة في الجزائر وجاء الموسم الجديد ليحمل في جولته الثانية مأساة حقيقية بوفاة لاعب شبيبة القبائل ألبر إيبوسي حادث مؤسف ومؤلم وليلة سوداء عاشها عشاق شبيبة القبائل في فقدان هدافهم فتحولت مباراة الكرة إلى مأتم لم يندم الجرح إلى اليوم لقد كان لحادث ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بالغ الأثر في نفوس أسرة كرة القدم بعد أن بلغ صداه كل أركان العالم لكن الكرة الساحرة تحدت كل الصعوبات وقفزت كل الحواجز فدخل المنتخب الوطني تصفيات جديدة من أجل بلوغ نهائيات كأس إفريقيا 2015 ورفقة المدرب الجديد كريستيان غوركوف سجل الخضر 5 انتصارات وكانوا أول المتأهلين إلى النهائيات إنجاز تاريخي يستحق الاعتراف والتقدير ولا بد من القول أن ما قدمه الخضر في كأس العالم بالبرازيل وتأهلهم إلى نهائيات كان 2015 كان له الأثر الإيجابي على الكرة الجزائرية رغم كل معاناتها
حتى جاء فوز وفاق سطيف برابطة أبطال إفريقيا بعد انتظار دام أزيد من عقدين. فوز باهر أعاد الجدل حول قدرة الأندية الجزائرية على منافسة قوى الكرة الإفريقية، فكان لوفاق سطيف الدور الأول في دحض عديد الأحكام المسبقة لقب رابطة الأبطال. رفع الوفاق إلى درجة العالمية فشارك في مونديالية المغرب في مغامرة جديدة تعلم فيها الكثير وخرج منها برأس مرفوعة وفي المركز الخامس. هكذا إذن انقضت سنة 2014، وأكيد أنها لن تعود، ولم يبقى لنا سوى أمل أن تكون سنة 2015 غنية بالمفاجآت السارة والأحداث الطيبة، وأملنا الأغلى أن يقاتل المحاربون من أجل مجد جديد، كأس أمم إفريقيا حتى ولو كان بعيدا في غينيا الاستوائية. دونك هادو اهم الاحداث. اهم الاحداث كما شفنا في لو في تي ار هذايا، شفنا ليكيب ناسيونال تاع الهوند اللي دات كوب دافريك، لا 7ايام كوب دافريك في ليستواغ تاع الهوند الجيريان، كاين اوسي لا 4ايام بارتيسيباسيون تاع ليكيب ناسيونال، كاين واحداث اخرى تفرجنا. احداث اخرى كاين وفاق سطيف تفرجنا عليها، قلت لك خلاص تفرجنا عليها. وفاق سطيف اللي لا بروميير فوا في ليستواغ ديالو يدي لا ليغ دي شامبيون، بارتيسيبا في مونداليتو في المغرب، وكان 5ايام بلاص. Cinquième place. un autre événement, je ne l'ai pas cité, le VTR, c'est le Maghreb qui a été éliminé en Afrique, qui a été éliminé par Ebola. Donc, il y a un reste de toi. Au moins, il y a un autre qui a été éliminé. التحقت بنا هاجر تيتام. هاجر تيتام مش تعاود ترجعنا على اهم الاحداث اللي صارت في العالم، الاحداث الدوليه. دونك كيلكوز انستون فا يغوفنيغ افيك توا. دونك كونتينيو مع نوتخ انفيتي ومعايا الطيور بيان سور محمد رضا. فا تيكوتي دونك كيلكوز انستون نشونتي ان مورسو سوا ايت دون ان تو بتي مومون. وي وي تو عنده الجمهور بطلب من الجمهور. نعاود نرجع مع ساره، هضرنا على اهواك، نعاود نهضروا على السينجل اللي جيت تغني لنا اليوم اون اكسكلوزيفيتي ياك، واللي غادي يكون حاضر في لو فام فيتون اللي عمره ما غادي يتقاضى لي فو دو لامور. وي سيتي اون سوربريز بور موا اوسي. Et en fait, voilà, donc il y a deux chansons que j'ai signées pour les Feux de l'amour aux États-Unis. Donc, je trouve ça drôle. Et bah, heureusement que je n'ai pas à te ramener. Donc ça y est, c'est bon, là tu es lancée. Là, j'ai plus le choix. Et il y a aussi un projet d'une comédie musicale, oulala. Oui, Cairo 1950, yeah. Et qu'on a travaillé justement pendant 6 mois. Yeah. C'est pour ça que les gens me demandent pourquoi j'ai mis autant de temps entre Erwek et Yatouyor. Yeah. C'est parce qu'il y a eu toute l'écriture et le travail sur la comédie musicale. Et d'ailleurs, Yatouyor est le premier extrait de cette comédie musicale. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'équipe qui produit en ce moment même Madiba, hommage à Nelson Mandela, qui sera en scène à partir de mars au Casino de Paris. Et juste après, c'est la comédie musicale Cairo 1950 où je suis le rôle principal. Je joue Asmahan. Je connais Asmahan. L'égérie de Yasmina, la grande Yasmina. Oui, Yasmina Chelali, c'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir. Voilà. Après, je lui ai dit, tu sais, j'ai pas l'air. Enfin, je pense pas faire partie des canons de la beauté. Enfin, voilà, faut pour jamais pouvoir représenter. Ça. Mais ça a été pour elle un coup de cœur et elle est algérienne. C'est vraiment la doyenne des stylistes algériennes. Et j'ai trouvé ça super qu'elle ait choisi une Marocaine pour être son égérie. Et je trouve ça élégamment habillée ce soir. Et elle oui, est là. Voilà, je lui fais honneur avec cette jolie pièce. Bah, de la robe magnifique de Yasmina. Alors, où est-ce qu'on peut commencer? C'est comme vous voulez. Ndiro Yatoyor, il y a là. Il n'y a pas de souci. Yatoyor. Hop là, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Non, non, pas du tout. Hop là, voilà. On le remettra quand. Voilà, hop là. Désolé, j'avais oublié. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on y va. Be
سارة أيوب يا طيور مرة أخرى راكم تشوفوا في الجزائر تي في سهرة رأس العام من هنا من مطعم للامينة ومازالوا معنا الضيوف تاعنا راهم حاضرين وقاعدين معنا التحقت بنا هاجر تيتام كما قلت من قبل باش نحكيوا على أهم ما سجله عام 2014 من أحداث على المستوى الدولي ولكن قبل نمشيو عند محمد رضا معاك. On va changer d'univers. لا انا كنت صافي. الطيور وين نمشيو؟ سا سا ما بيرسوز هادي. خلاص. ميرسي سارة على الأداء الرائع ديالك وعلى ليدير ديالك الغزال. ميرسي بوكو. وغادي ندوزو لمحمد رضا. Encore une fois, merci. La technicité extraordinaire, la façon que Vachel chante, Allah yardik. Ah, il y a le débrief, c'est très bien. Ana j'adore ça. Yak manadom chouf halna ana w chouqi, khlas khalikom lina. Ana hsit bchi hada zwina. C'est pour ça s'n'abbar ala ihsas dialy. Wa tahna bghina n'abbarou lik ala farha dialna lianna on est fier de Mohamed Reda lianahu sina aqd ma Rotana, ma sharikat Rotana bach ykharj ana album 100% maghribi w hada intisab dialo. Awla hna mabrouk. أنا كمغربي ومغاربي يعني تيحصل لي الشرف أن نكون مع شركة كبيرة عربية ونوصل الفن ديالنا يعني للعالم كله بوركوا با أنا خدام ودابا جو أون تخان عاد جيت من دبي كنت نسجل أغاني جديدة وإن شاء الله قريب قريب إن شاء الله. كنت من الأول يا محمد رضا يعني السباقين ديال في الفنانين اللي خذوا هذا الاتجاه وخذوا هذا التوجه ديال يعني ياخذوا الأغنية المغاربية ولا المغربية بصفة خاصة ويعطيوها إيقاع خليجي. أنت سي أن أفونغارديست بور روندر أ سيزار سكي تا سيزار يعني قبل هذه الأغاني اللي ضاربين هذه الأيام أنت كنت من الأولين وتم النقد ديالك أنا من الناس اللي كنت نقدتك يا ربي تسمح لي قلت له علاش وخلينا الجو ديالنا وخلينا في الايقاعات ديالنا دو تو لا فيزيون عمرها ما كانت عيب ولا عمرها ما كانت والفن ما عندوش يعني بلد ولا وطن ولا شي جنسيه معينه بالعكس انا خديت على العاتق تاعي الاغنيه المغربيه وسافرت بزاف وجلت في العالم وسمعت وهادشي خدا وقت كبير يعني عندك سنين وانت كتخدم يعني ماشي غير طبعا انا ما طلعتش من شي برنامج ولا من شي حاجه انا كنت نفسي بنفسي ومشيت بشويه بشويه بوتي ا بوتي ودرستي كذلك الغناء وي درست الغناء ولا في الكونسرفاتوار في المغرب ولا في خارج المغرب درت الاوبرا في الاول ومن بعد درت لا بوب ميوزيك اللي هي كي قلت لك حاولنا نصيبوا شي حاجه زوينه مغربيه باش توصل للعربيه كان ديما اللهجه تاعتنا عندهم ان بروبليم ما توصلهمش حنا حاولنا نوصلها وصلت الحمد لله ودابا الحمد لله حنايا دابا متربعين على عرش الاغنيه العربيه بهكا ان ما كاينش شي فنان عربي كيف تشوفوا في الالبوم ديالو ما دارش اغنيه مغربيه ولا اغنيه مغاربيه لا راي كانت ولا كانت تونسيه ولا كانت من الجسمي لا مجموعه يعني الفنانية. هذا هو الوقت ديال الاغنيه المغاربيه انها تنتشر في الوقت خاصنا حنا ننتشروا ونزيدوا ننتشروا انتشر 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 الله يبارك فيك محمد رضا تفضل خويا سمعنا طبعا بيان سور ليلى
بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة حس براسه دار حالة ونسى الدنيا بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة يا ما قلت له لا لا تزيد فوق الحمل حمالة فالمحبة يا سيدي فيها قاضي وعدالة فيها قاضي وعدالة دارت عليك الدورة وبنك لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنك لك الصورة يلا يا الغزال خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنك لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنك لك الصورة يلا يا الغزال شافني حادر الراس ابغى يلعب شوية ساعة ربي حد الباس وغلبت فيه النية شافني حادر الراس ابغى يلعب شوية ساعة ربي حد الباس وغلبت فيه النية انا راني ولد الناس بتتك الروح هدية يلا عمرت لك الكاس اشرب ورد عليا اشرب ورد عليا دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الغزال خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الغزال محمد رضا عندي واحد سؤال تفضلي باش هكذا كون بعد نشوفوا الفاتوره فاتوره انا باغا تخلص الفاتوره باش بعد نشوفوا مع واش بيكم قال الفنانين ديال هاد الايام ولا اللي بغى يخرج اغنيه يلزمو يعير فيها المراه ويقول لها درتي وفعلتي وفعلتي باش تنجح له الاغنيه ابدا خلص الفاتوره ديال الاغنيه دابا خلصها لا ما بقيتوش تتغزلوا بينا ما بقيتوش تتا وي ولا شحال تغزلت ما تغزلتيش كتخلص ملي نتا ولاو العيالات كيخلصوا الفاتوره لا خلاص انا يمكن تنهضر بلسان مرا يمكن هي تغني الاغنيه لشي واحد يعني باللسان ديالها هاي الدبلوماسيه ديالك محمد رياض وعلاش لا يعني فاش تنغني يمكن اي واحد يحط راسه في هذا الموقف هذا ولكن انت موافق معي ان هذه موضه يعني ولاو هاد الاغاني اللي فيهم شويه ديال لا بروفوكاسيون للمراه هما اللي ممشيين طبعا لا ولات واحد الموضه تاع الكلمه يعني الجريئه هي مشاكسه هي مشاكسه ما طبعا إيه؟ مشاكسه والطريقه يعني تاع كيفاش نقدروا نضحكوا مع بعضياتنا ونوصلوا لواحد واحد الكلمات اللي لطيفه جدا والحمد لله خدات واحد الاقبال وواحد الاعجاب ونحكوا انا وياك ولكن عمري ما نخلص الفاتوره مرحبا شوقي لا لا خسر عليك كان خلصتي خلاص شوقي كيقول لي ما تخلصيش ما تخلصيش أني هنا عارفة أخو الله يحفظك عليك عارفة أخو لا كاين شكارة طرو ينطخو شكرا أخو
محمد رضا ان توكا ميرسي بوكو دافوار ايتي بارمي نو. سي ان بليزير. انا فرحان بزاف انني جيت لهنايا وانني معكم وباش نقدم الجديد ديالي لهذا الجمهور الجميل الكريم اللي كاين حاضر واللي تيسمعنا واللي تيشوفنا. طبعا اول فرصه وان شاء الله نتمنى يكونوا فرص جايه بحال هنايا في الجزائر الشقيقه. ماذا بينا محمد رضا. نمشي نشوفوا أهم الأحداث اللي سجلتها سنة 2014 على المستوى الدولي معك هاجر تيتا. اكزاكتومون. قبل ما نهضر على أبرز المحطات الدولية نقول لكم مس الخير لي زانفيتي تاعنا ومس الخير للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. دونك أكيد أن الساحة السياسية الدولية والإقليمية عاشت في 2014 اضطرابات تقلبات لهددت أمن وسلام بعض الدول العالم. نشوفوا ملخص لأبرز محطات عاشها العام في سنة 2014. أحداث كثيرة تميزت بها سنة 2014 على صعيد الدولي، من أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اللي دام أكثر من 21 يوم واللي استشهد فيه حوالي 2000 مدني فلسطيني، مجزرة التي لم يسبق لها مثيل وتعتبر من أكبر الجرائم ضد الإنسانية. حدث آخر عرفته الساحة الدولية اللي هو ظهور منظمة إرهابية لتعرف بالدولة الإسلامية الداعش في العراق وانتقل إلى سوريا. هذا التنظيم يحاول إنشاء خليفة في الدول الإسلامية. فمنذ شهر أوت تحالف دولي تاع 22 دولة دخلت عسكريا لمحاربة هذا المنظمة. القضاء المصري عرف منعرج خطير بصدور حكم نهائي في حق الرئيس السابق حسني مبارك لخرج براءة من التهم ديالو، الشيء اللي خلى مصر تعرف مظاهرات واحتجاجات عديدة. الدول اللي يقال عنها أنها تحارب الفساد وتحمي حقوق الإنسان وقعت تقريبا في نفس القضية مع الشرطي الأمريكي داغين ويلسون اللي قتل مايكل براون ان جون أفرو أمريكان في مدينة فيرغوسون. القضاء قرر باش ينحي متابعات ضد الشرطي. هذا القرار اللي خلى موجة غضب عارمة تعم في المدينة وأحياء أخرى من أمريكا. ميرسي بور سو مومون عنوان كتاب تاع الصحفية فاليري تريير فايلر اللي تحكي فيه على العلاقة اللي جمعتها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. هذا الكتاب اللي دار ضجة في وسط الإعلامي والسياسي لكنه حقق رقم قياسي في المبيعات 2014 حوالي 1.7 مليون أورو في فرنسا فقط. أستراليا في 2014 عرفت عملية احتجاز لرهائن في مقهى بسيدني اللي قعدوا محاصرين حوالي 16 ساعة. وعلى حساب الشرطة الأسترالية هذه العملية قام بها هارون مونس لاجئ إيراني لجبر رهائن على رفع علم أسود. وفي الأخير نختم بالتفاؤل لأنه في سنة 2014 الجارة الشقيقة تونس خطات مرحلة انتقالية وهذا من خلال الانتخابات التشريعية لتجديد البرلمان التونسي وإن حركة نداء تونس تحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان. البلد عرف أيضا انتخابات رئاسية لانتهت بفوز باجي قايد السبسي بنسبة 55.68%. وبوصول السبسي لرئاسة البلد تحدث المفارقة لما سمي بالربيع العربي في التاريخ السياسي لتونس. إنجاز آخر تحقق في سنة 2014 مع الباكستانية مالالا يوسفزاي اللي تحصلت على جائزة نوبل للسلام. هاد الشابة اللي نضلت من أجل منح حق تعليم للبنات واللي تعرضت لمحاولات اغتيال من حركة طالبان اللي كان قادر يكلفها حياتها. وبهذا تكون مالالا يوسفزاي أصغر متحصلة على جائزة نوبل للسلام.
سيف جاي من سيرك عمار اللي راكم تشوفوا فيه على جزائر تي في في سهرة راس العام. إن شاء الله راكم جوزتوا أمسية ممتعة معنا وكنا في المستوى احنا تانيك كنا ضياف خفاف عليكم في الجزائر. ألو أنتم ضياف خفاف، أنتم كاع ضيافنا ضياف خفاف اليوم ومرحبا بكم. شكرا لك. من تونس، من المغرب، من ليبيا، من كل انحاء الوطن العربي، مرحبا بكم. اوه كاين واحد يسوني التليفون مي سي با غراف، دوك يحبسوا. ناها صاريف سي سالا تيلي اوسي. الو تو كي افي جامي فيو السيرك اليوم تاعي دووا دو سبيكتاكل ان بريفي. راني ميته بالسعاده. اه دوك غدوه نمشي لهم صح. وي خلاص حبسوا بصح حبسوا. لازم هادي سي اون بون انفيتاسيون باش تعاودي تجي عندنا العام الجاي. سي جونتي. لا بروشين تورني نتسنى العام الجاي. ما نجيش قبل يخدموا بالعام بالعام. لا غير سي با دو ما فوت. سي جامي باس بار لو ماروك لا بار تونس. مي نورمالمون 2015 دوك العام الجاي تاع 2015 تاع دوكا. دوك غدوه. ايه دوك غدوه هذاك على بالك تلف لي دائما. انا طون انفيتاسيون الي دوتوز. انا شوقي تعرفيني انا دائما. خلاص قول لي تعالي سيليا سيرك نهزك للسيرك. كان حاجه اخرى مسرح ولا نهزك. مرحبا بك. باب الدار محلول. تعرفي الدار، تعرفي المراه، تعرفي الطفله، تعرفي كذا. الدار دارك واش بك تنعرضك. عارفه اللي خلاص خلاص كنبغي نسمع برك. بغيت نسمع. اي دار دارك يا لاله وخدمة تحبي رواحي. مرحبا بك. بارك الله فيك شوقي. امين قال لك مرحبا بك. بارك الله فيك. زاحم. بارك الله فيك امين. بارك الله في لاغيجي كاع اللي راني ما نسمعش فيها حتى يهضروا في ودنين شوقي. الله يستر الله يستر. جمال العروسي عاود ولا معنا. اييه بعد حني حني يا حنانه. حني يا حنانه. شنا نفلي ما حنوش. بون ما قدرتش. دونك عندك يا اونكور دي ديتاي اللي ما قلتناش عليهم. باسكو بون من قبل غنيت مي تانيك حبيت نشكر تانيك نسيم حمصاجي باسكو لا في افيك موا لي كور في هذيك الغنيه. وتانيك سورتو سورتو رومارسي اللي جاتو ليدي على باز اللي كيما حكيت لكم على الاول بلي اون فولي فيغ ان بلو كغون بروجي. هذاك البروجي سيتي اون فولي فيغ هاد لو جون دو شونسون بور لو 60 انيفرسير سو فورم دو de qui fait chez d'un musical. Bon, le temps m'a fait parce que c'est un long projet. Bdina, on a commencé, on a toute la structure et tout ça. Mais bon, le work m'a fait. Donc, on préférait faire d'abord la chanson ou le clip. Ou celui qui a eu l'idée, encore une fois, c'est d'aller à Kloulin Nchkrov, bien sûr. و مين شاء الله سي ني كو بارتي ريميس باسكو لاني مازال ما خلصتش هذا من بدا اي سي لي كي ديرير تاني كلو كليب اي تو سا كي سوكوب دو دو بروجي هذا في الجزائر. انا كون جو سوي في الفريغو تاعي في المانيا نطل طون زون طون هكذا. عندك الحق. دونك هو يتهلا مجال عندك الحق. عندك الحق فوالا. دونك لو كليب سي بور بيانتو. كيفاش لو كليب سي بور بيانتو؟ نو وي وي ان شاء الله سي بور بيانتو ان شاء الله 2015 تري بروجي. غدوه خلاص كله غدوه. واش حبيت انت 2012 بغيت نقول مدام كل مره كيتجمعوا الفنانين في شي لمه ولا هذا كي هذا الشيء كامل كيجيب الافكار وكيجيب دي بروجي كومان. محمد رضا عندي سكوب يمكن انت مازال ما في خبارك. محمد رضا وايمان شريف. برك نسيت حاجه على بالك تري تري غراف في الميتي تاعنا. شنو تري 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 غراف شنو التحقوا بينا لي دو كرونيكور تاعنا محي الدين مدبر وشاهين الجوز الزين التحقوا بينا. انا يا رامي احكي راح يحكي لي عود هذا يدخل ضمن الفيتيزي تاع 2015 يعني بسنه بين وبين كانوا يحكوا دوزتوا معاه العام كاع جا لي شوفي ما تسمحوا له. كي حكينا راس العام جو سوي فريمون ديزو معليش بوس حرقوا بنواد حرقوا بنواد الى حبيتوا صبر لا خطينا العنف لا العنف نحبوا لابي لا لا هنا بيناتنا. مرحبا بكم. دونك فو فو اجوردي لا سبيسياليتي تاعكم سي اون ا غاردي الميور بور لا فان. الوغ فوالا قبل برك ما نروحو ندوزو لبيتيزي انا حابه نشكر بيان سور الضيوف الكرام خاوتنا المغاربه والتوانسه اللي جاونا. حبيت نقول لك كوثر راكي زوينه بهاد الغليله والتكشيطه. تكشيطه تعرف يا خليك ليا وفرحك الله يسلمك. دونك بيان سور في اون ايميسيون تاع فان داني احنا ما نقدروش ندوزوها بلا ما ندوزو البيتيزي. مازال وي وي بيان سور يعني فوالا بلا ما ندوزو البيتيزي تاع اون توت اون اني 2014 يا درا واش صرا في العالم وفي الجزائر وخدمتوه انصامبل. انصامبل وي مع الزميل انا ما عرفهاش كي سي كي شكون لي لاطاش ان غراف راح يدير لي ريشيرش وكذا سي تو ولا لا فاكتور شكون يخلصها انت يا بيان سور
بغيت نرجع على محمد رضا على ما هو ما يخلصش الفاتوره باش تفرط ليا ما يخلصش الفاتوره دابا هو عنده 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 واحد البروجي دابا داروا بما انه تلاقى بإيمان الشريف تونسيه وهو مغربي وتلاقوا هنا في الجزائر البارح جاتهم فكره ديال اغنيه ديو اللي غادي تخرج اغنيه جزائريه ايه ولا لا كاينه خلص الفاتوره خلينا لا وجدتني الفكرة فش دابا قص أنا والفنانة إيمان شريف يعني وتلاقينا في مراكش ومن بعد اختفينا على بعضياتنا ما خلناش تلاقينا تلاقينا صدفة في الجزائر ألوغ لا شونسون غتكون سميتها رونكونتخ ألجي زوينة هي هذيك ما تلاقينا عند الجارة هي هذيك ونخليوها شي شوية سسبانس باش تكون الأغنية مزيانة دابا تنكملوا فيها في الكلمات ديالها غادي تكون في الألبوم ديالك ان شاء الله فوكو با على شنو انا كنتسناو افيك ان تري كون بليزير سي بريفي بور كوم حطينا شويه حاجه هكذا بحال غدا نمشي نحطوا لو تيموا ودابا شي شويه هكا تلقى الاغنيه خارجه بون نتفاهموا قبل ما يروحوا لا غتسجل هنا الاغنيه شوفي نتفاهموا حنا نتفاهموا بيان باش نكونوا متفاهمين كي الاغنيه تخرج تعاودوا تجيو تغنوها لنا نجيو نغنوا وعرضونا كاع ايمان ماشي تجي وحدك زعما هكذا وما تقولي خلص فاتوره تجيب معك ايمان بالك بيان سور هنا يا اختي ايمان انا الله يهدي هربت 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 وجيب معك كوكب الدراجه بيان سور فوالا دونك سسخا دونك بور تري تري بيانتو تري بيانتو ان شاء الله بور بيان كومونسي لاني هكذا اون ماجي نو فو ان ماجيسيان وي جيبوا به الفال واش يجيب معاه؟ يجيب معاه الفال تاع جد حق لك سحر وشعوذه مي وريني بعيني هذا شوف هذا موضوع حساس شوفي هو ديجا اشرف كان بدا معنا في رمضان إيه؟ اشرف هو من مدينه سطيف نتشرفوا وسطيف هذا العام هذا العام كارطوناو لا ليغ دي شامبيون طلعوا رام 5 في لاكوب دي موند دي كلوب مبروك عليهم راه ملاح مبروك عليهم وخمسه وخميس وربي بعد العين دونك اشرف نورمالمون اليوم مادامو معنا ما يقدر غير يشرف مدينة سطيف نشوفه نتفرجوا نتفرجوا على أشرف لو ماجيسيان
sugar looks fine. I feel nice. That sugar looks fine. فوالا هشام ميرسي يعطيك الصحة باش نقدروا نونشينيو بون ها وقت نشوفوا بيتيزي تاعكم هذا بكم عفوا لونسي بيتيزي كيما تعودنا شوقي ولا في شاك ايميسيون دو فان داني دونك نشوفوا دي بيتيزي ولا دي زابينغ ولا دي راباج اللي صراو في حصص تلفزيونيه في برامج تلفزيونيه دونك حنا خيرنا لكم اهم ليزيماج كي اون ماركي با ماركي لي الجيريان مي كي نوز اون ماركي اون 2014 ومن بينهم رجال سواء رجال سياسة بيتيزي ديراباج ولا فورير هاد المواقف الطريفة راهي شاهد عليهم الحصص التلفزيونية يا درا وشنو هو لو ميور اي لو بير تاع سنة 2014 واللي كانت القنوات الجزائرية والأجنبية مسرحا لها رجال السياسة صنعوا الحدث لسنة 2014 فبعد كل من زلال ونكاز وبن غبريط يدخل المنافسة وبقوة الوزير الفرنسي لوران فابيوس أنت ما جيتيش تديري لي ان بروسيلا ما جيتيش تديري لي محاكمة هنا محكمة وريحي ترونكيل ريحة تنكيل وقعدي في مكان إذا كان مجرح نراشي على الرئاسيات تنفوشة باش ما تموتش طيب بس نتشبال خريبة نتشبال خريبة نتشبال خريبة لسا جدوى ديرك دو بلوز ان بلو مليح 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 الشيخ زغوط فعليا مليح 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 الشيخ زغوط فعليا يتقاسمها الجميع داخل المنطقة في حالة فوزكم هل أنتم مستعدون لقبول الهزيمة؟ السلام بذات الهدم وقال ترن 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 الدماء ترن 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 زعما واش قادر يصرى لنا اون بلان ديريكت تدخل لا ماكيوز لو كان نقولكم شكون هي الصحفية اليمنية لا بلو سيليبر زعما تكونوا عرفتوها اوغلاف في ريفيكاسيو دو كونديسيو دي لا سونتي دو موتسيو دو وازو امبورتي كموني Certification de maladie et de bonne santé d'animaux emportés. Tout est un malheur, Maria, de douleur, ça ne se peut pas.
زعما واش قادر يصرالك كي تخلط في عقصة تشبه للكبش، ولا واش قادر يدير جورناليست كي تربح الجزائر. لا كوب تافريك تاع الالمان زعما سايكسيس. وفي رايكم مدام دو فونتني على بالها بلي الجزائر استقلت؟ كنت معاهم في لا كوب تاع دافريك تاع الالمان، كنت معاهم في لا كوب تاع دافريك تاع الالمان. وثاني كان رشيد مكاز اللي كانت عنده صعوبات في النشيد الوطني الجزائري مي سافا قالك تعلم. لا لا تعلم تعلم الفاتحه معاهم. باش انا واش عجبني سي كو لو جورناليست بيا بوزي لا كيسيون قال له تعرف تغني على الناسيون الجزائري؟ قال له نعم وي نعرف نغني هكذا دلو نعم وي تقسم بالنازلات المحيقات ودي اطير تي في بيان غون دي ميتاك انا تيلمون ريغاردي لا تي في بيان لا الوغ بون خلاص دخلنا في العام الجديد دخلنا بليزير نورمالمون شوف هي دخلنا يقرب ندخلوا دونك خلاص صاي سي بون ما قعدتش بزاف دونك ما قعدوش هذيك نحسبوا الدي ما عندناش هذيك لورلوج هذيك سا سيغ ستريكتومون ريان دونك دابور تو دابور ميرسي ميرسي المطعم لالا مينا اللي استقبلنا هنا اليوم عنده وسع خاطره معنا في هذه السهره هذه باش استقبلنا هنا ميرسي عليكم انتم اللي راكم تفرجوا فينا ميرسي اونكور اون فوا نجيب عليوا اللي لبس البنات اللي دخلوا. شكرا لحسين ايت المهدي المصمم المغربي اللي لبسني هذه الليله واللي تشرف انه يلبسني في سهره مغاربيه. شكرا لجميع الفنانين اللي حضروا معنا في هذه السهره هذه عبد الوهاب جازولي ريم غزالي ايمان شريف اللي راهي معنا ما زعلت سنه لا انا حبيت نصوتي في الليستا راه جا ديريكتومون جمال العروسي ساره ايوب شفيق باو اي باسكو اي لي في البرومي بلاطو انا ميرسي ميرسي او سيرك عمار نوال إيلول جي دي نوال إيلول ومودي يعني جاي الأوركستر ما تقلقوش أنا لاحق له الأوركستر لا تروب دو دانس كاسبا دانس افيك فايزا ومان على لا كوريغرافي الأوركستر اللي حاضر معنا العشية كومبلي عيال لوتيل أوازيس يعطيهم الصحة أوسي نوز أفوا أكومباني بوغ لو سوكسي دو سيت إيميسيون ميرسي أ توا شكرا لك على الاستضافة شكرا للجزائر على كاع الحب اللي كنتلقاه من عندكم ان شاء الله نكون ديما عند حسن ظن الجزائر شكرا شكرا لمحمد رضا شكرا لك قاعد معنا شكرا لكم ميرسي كثير ومرحبا بك وقت ما تحب بارك الله دار دار. شكرا خلص برك الفاتوره خلص برك الفاتوره مرحبا بك ايمان سي تي ان بليزير انا فرحانه برشا اللي موجوده معاكم وحاسه نفسي مانيش في بلاد اخرى وكاني في تونس نحب نقول بوناني للتوانسه الكل فين ما كانوا انا فرحانه زاده اللي هوني نغني في التونسي ونمثل اكيد في بلادي الالبوم الالبوم نخلصوا الديو ساعينا محمد رضا إن شاء الله. والالبوم ان شاء الله 2015 خرجنا سينجل مع نزار فرانسيس خلصت اللعبه من الحان قيس السلامي وبابا بحري الفيديو كليب اكيد نحييوه من اخراج قيس فيديو كليب بابا بحري وتوا باش نسمع بابا بحري بابا بحري بابا بحري باش نكملوا بها الفينال تاع هاد لاسواري هادي باسكو سي اون شونس ميرسي على الدعوه ميرسي افو ميرسي بوكو يعطيكم الصحه اللي جيتونا فخر فخر لينا الكل انه نتلموا في الجزائر والموضوع نتاع الاغنيه باش يكون زاده الجزائر بابا بحري تفضلي ايمان شريف جو سون بري باس سور سان
J'en profite aussi par la même occasion باش نسلم بزاف بزاف على كاع ليكيب تكنيك لا سهرة depuis des jours et des jours là elle تخدم non stop non relâche Amélie Dje. Oui, au passage. Pourquoi je me colle les voiles ou hagda demain quand les matins sont assis. Amélie Dje. Amin. Et à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui ont fait de cette soirée un succès, bien sûr, on l'espère bien. Charles Koumou, Hazim Bankoum, Kauter, merci encore une fois d'avoir accepté. Merci, je reviens quand tu veux. Merhaba bik, quand le canard dardar, comment tu fais si tu fais ton rêve, Mohamed Reda. Chokra lik, chokra al sidafa. بابا بحري إيمان شريف باش نكملوا هاد لاسواري هادية وبوناني ميور فو حلوة لذيذة سنة سعيدة إن شاء الله إن شاء الله تكون هاد العام هدايا بالربح والصحة والهنا علينا جماعي إن شاء الله ميرسي أ توس يعطيكم الصحة ميرسي بوكو عليه الصلاة والسلام هو بابا بحري بابا بحري بابا بحري يا سيدي خلص وحدي يلا
Merci. Pour tout le monde.